قمة جوبسي قرب منطقة غونتن وسط سويسرا، على ارتفاع 1200 متر، فنانان وجبل وسرير، غرفة فندق في الهواء الطلق وبدون أي سقف أو جدران، فندق بلا نجوم. فكرة الفنانين التوأم فرانك وباتريك ريكلين. المثير للاهتمام في فندق بلا نجوم هو أن جل الناس لا يعرف ما هو، هل هو فن أم سياحة أم ابتكار؟ المثير في هذا هو حيرة الناس. ليس ورق جدران، وإنما خلفية فخمة حول السرير لجذب الناس من كل أصقاع العالم. لقد صممنا هذا السرير وركبناه ثم فتحناه، ومن تلك اللحظة أصبح محجوزاً. المراد من هذه الاستدارة هو أن فندق بلا نجوم لا يعني التخلي عن الرفاهية، وإنما التعرف على نوع جديد منها. هنا في أبن تيلالاند لم يكن للمزارع كوبي ديتريش حتى الآن علاقة بالفن، وأما الآن فهو جزء منه كرئيس موظفي الاستقبال والخدم. لم أكن أظن في البداية أن الأمور ستتطور بهذا الشكل، فقد أصبحت بسرور جزءا من هذا المشروع. فبعد حلب الأبقار مساء يقضي المزارع جزءا من المشروع الفني. لقد كانت الفكرة هي كيف يمكن إحياء فكرة فنية، وكيف يستطيع اللاعبون، أي الناس الذين يسكنون حول هذا العمل الفني، أن يصبحوا جزءا منه. دون هذا الجزء سيكون الأمر تقليديا للغاية، فهو يقفز أو ينسل إلى هذا العمل الفني. وعندما أتحدث الآن كفنان، فيمكنني أن أقول إن فندق بلا نجوم عبارة عن صورة حية. مزارع وحيد مع زوجته وأولاده وأبقاره يعيشون هنا في الصيف، وفجأة يأتيهم زائر جديد كل يوم، ومن الغرابة أنه يستمتع بذلك. قام زوجان بعقد إقرانهما هنا، جاء على متن مروحية. كنت هناك وأصابتني القشعريرة، لقد كان مشهدا جميلا. ثم أكدت العروس على موافقتها على عقد القران، لم أشهد أبدا حتى الآن شيئا مما شاهدته هنا. كلفة الليلة الواحدة مع منظر الجبال وتناول الفطور تصل ل 260 يورو تقريبا. ضيفان جديدان قادمان، يعيش صديقان في جنيف وقد استطاعا أن يحظيا في اللحظة الأخيرة بحجز ليلة هنا. وهما أول الضيوف الذين التقى بهم الفنانان شخصيا. إنها أفضل فكرة في العالم بأسره. وسرعان ما شعر الاثنان بأنهما في بيتهما، فقد حلقت طائرة رافائيل تمان المسيرة فوقهم لتصوير مناظر منطقة جبال الألب. فكرة عبقرية. أنا الذي قلت لك إنه علينا أن نأتي إلى هنا. من يستطيع النوم وسط هذه الجبال الأجمل في العالم مع منظر غروب كهذا يا ترى؟ لا يمكنني إدراك ما أراه حتى الآن. برنامج التلفزيون، حالة الطقس، نكات أو موسيقى، نقل حي ومباشر. نقد فني لوهم الحياة الرقمية. النجم الوحيد هنا هو الضيف. هذه هي فلسفة بلا نجوم. عندما نرى كيف يتجاوب الناس وكيف يتفاعلون مع هذا العمل الفني ويعجبون به، نصبح نحن أيضا معجبين به ونلحظ أن هذه الفكرة حية. وفي الصباح أمطرت السماء، وكان على الضيفين الانتقال إلى المبيت البديل في كوخ المزارع كوبي ديتريش. مائدة الفطور مكونة من بيض وحليب ومواد محلية أخرى. إنه حلم، وعندما تستيقظ تدرك أنه ليس كذلك. نمت جيدا، لقد كان السرير مريحا للغاية. كانت ليلة رائعة رغم وجود القليل من البعوض. العروض التجارية لفكرتهما وحتى صفقة بالملايين أيضا رفضها الفنانان اللذان لا يعلمان بعد كيف ستسير أمور ذلك الفندق بلا نجوم.